بالنسبة للمستوى ديال الصحة فين يعني جات كيبان به على الأمل ديالو على المجموعة وكان على رأس المسجد الكاتب العام. قبل أن نبدأ الدورة ديالنا هذا اليوم إن شاء الله بغينا نقرأ قراءة الفاتحة ترحما على والي موظف العالي الفرح موظف الإمام المجلس وكذلك والي الموظف محمد الإدريسي ووالي الأخت والموظفة عتيق حسنة. الفاتحة ثم قدمت تقريرا حول أنشطة الرئاسة المفترة
الخامسة السادسة السابعة والثامنة سابقا نجلس بإجماع الحاضرين على حق اتفاقية وعدد من اتفاقية الشارع وتحرم الأمر في ملحق اتفاقية الشارع مع جماعة الرجال ومدير الجهة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي للناس لأجل إحداث دار صانعة بحقوق جماعة الرجال. اتفاقية الشارع والتعاون مع جميع التطلعات المسائية برامج مواكبه وتكوين القوات واعضاء هيئات مساواه وتكافل الفرص ومقاربه النوع لفائده الجماعه الترابيه التابعه لعماله الناس. اتفاقيه شراكه وتعاون مع جمعيه الفضاء الجمعوي للتنميه التشاركيه بين الناس لمواكبه تكوين اعضاء مجلس الشباب والنساء الجدد بمجلس عمالة الناس وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لدى المجلس لأجل تعزيز وتطوير قدراته في تدمير شؤون المجلس والتعرف على مجموعة من الآليات الخاصة بالديمقراطية التشاركية. اتفاقية شراكة وتعاون مع الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية بمكناس تتعلق بالتنشيط الترابي لعمالة مكناس في ميدان الاستثمار والمواكبة المقاولاتية والتشغيل الذاتي والاقتصاد الاجتماعي والتضامن. في النقطة التاسعة صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على ميثاق الافتحاص الداخلي لمجلس عمالة مكناس. النقطة العاشرة والأخيرة تم تقديم التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير مجلس عمالة مكناس برسم فترة 2016-2021 منجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهات فاس مكناس. وفي الختام وبعد استنفاد النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة أعطى السيد رئيس مجلس العمالة رئيس مجلس العمالة الكلمة لكاتب المجلس قصد تلاوة البقية الختامية المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ثم أعلن رئيس المجلس على اختتام إشغال الدورة العالية. انتهى ملخص. نمر إلى النقطة الثانية هي عبارة عن عرض للمدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الكاتب العام المدرب الجلسة، شكرا لأعضاء المستشار والمستشارات. بخصوص نقطة نظام سيد الرئيس، سيد الرئيس لقد سبق لي منذ الدورة الأولى منذ انتخابك كرئيس مجلس العمالة أني طلبت من مديرية شؤون الرئاسة والمجلس بمحضر الدورة وكذلك مباشرة بعد كل دورة، إلى أنه لم يتم استجابة لطلبي لحد الآن، أي أنني لم أتوصل بأي محضر، وهذا مخالف للقانون المنطقي. لذا أطلب منكم أمام الجميع أمام السيد الكاتب وكنعتذر منكم باش نردو وانت هادشي باش ما تقولوش كلشي كيما ماشي هادي منهي جميع المحاضر حتى لا اضطر لسد مسلك اخر. شكرا سيد مرحبا. وحطيت تاخذ المحاضر ديالك وفوق الجنون جميع الاخوان طيب في لم يقبل وخاف القانون الداخلي لنا بطلبي ان تذاك الطلب غادي يتجاوب اي واحد باش يقدر عقله في القضيه. حنا كان عندنا اشكال اللي كان حقيقه كان عندنا مشكل ديال الوراق ديال كذا، ولكن عندنا مشكل فورنيتور الاخوان كيعرفوا هذا الشيء. كنا كنفكروا مازال كنفكروا باش نديروا دوك لي طابلات ونصيفطوا لجميع الاخوان المحاضر والمقررات داكشي كلشي اللي كيلزم الدوره واللي كيلزم العمل ديال المجلس. حنا مازالين في المفاوضات باش ناخذوا هذوك لي طابلات، انه حتى الميزانيه مؤخرا عاد تم المصادقه عليها باش يمكن ناخذوا هادشي، وغادي توصلوا بجميع المحاضر من اول دوره الى اخر دوره وبجميع المقررات من اول دوره الى اخر دوره، ولكن ما فيها باس الا واحد شاف الدور مكتوبه من غير مرحبا. ما نحتاج لا طلب لا حاجه، غير ان فوا يوجد ويتوقع من طرف كاتب المجلس والرئيس
أنا طلبت لي جيتا. أنا طلبت لك الطلب حتى لك سيدي رئيس الحكومة. إيوا أنا ما أتبعتش معك يمكن لا كنت لك وخوتي ان شاء الله غادي يكون خير وغادي يكون صح. ايوا ان شاء الله دونك انا تنقول لك ابتداء من اليوم جميع الاخوان كنقول اليوم المدير ديال السيناجيك من ابتداء من غدا جميع الحاضر والمقررات اللي بغاهم ما عنديش انا تنقول رسميا. دونك ندوزو للنقطه الثانيه تقديم المديريه التقنيه بغينا نرحبوا بالسيد المدير مرحبا بك في الكلاس. كان هذه النقطة الحقيقة كانت تداول في المجلس في الدورة السابقة ولكن كنت ظروف أنا ذاك ديال الانتقال ديالكم للكلاس دونك مرحبا بك وبغينا عرض يكون إن شاء الله يستافدوا منه الإخوان وكذلك نستافدوا جميعا باش نعرفوا الوضعية ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يرحمنا ويرحمنا في أقرب الأوقات ويرحمنا. تفضل سيدي.